السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال طاجين البطاطس بدون لحم، طريقة اللي غادي تعطينا واحد المذاق خطير جدا، كتجي بنينة بزاف بلا استعمال أي نوع ديال اللحوم. مريقة هكا كتجي خضراء وكتجي كيف ما كتشوفوا كتشهي، أبسط منها وأسهل منها وألذ منها ما كاينش. كذلك غادي نوريكم هكا بسرعة طريقة ديال الخبيزات ديال الدار. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. الى على بركه الله، فهاد المكونات ديال هاد الطاجين غادي نحتاجو هنا بطاطا اللي مقطعه دوائر كيف ما كتشوفوا بهاد السمك، هذا كنديروها تغليضه بزاف، نقيتها طبعا وقشرتها وقطعتها وضعتها في الماء باش ما تكحلش. عندي هنا جوج حبات ديال الطماطم اللي ممكن ديروا كيف ما درت انا، طحنهم بالقشره ديالهم وتصفيهم وكتحكوهم. غادي نحتاج ايضا واحد البصله هكا تكون متوسطه اللي كنقطعها على شكل دوائر، غادي نفرشوها من بعد للطاجين. وغادي نحتاج نص مكعب ديال مرق البقر، غادي نحتاج هنايا نص حامضه مصيره، واحد ربطه هكا ديال المعدنوس والقزبر ربطه صغيره. وغادي نحتاج هنا جوج ديال الفصوصات ديال الثومه كبار ولا اربعه صغار كيف ما كتشوفوا، انا عندي هنا الثومه كبيره. غادي نحتاج واحد الحبه ديال الطماطم مقطعه دوائر غير للتزيين. وفي التوابل غادي نحتاج الخرقوم، شاديه سكنجبير، كمون، توابل ديال السمك اذا توفروا، شي ديال الحار كيبقى اختياري، وشويه ديال الابزار او الفلفل الاسود والملحه ما نكثروش لان انا مستعملين حامض مصير كيكون مالح. غادي نحتاج ايضا زيت الزيتون وصافي. هذو هما المقادير او المكونات اللي غادي نحتاجو في الطاجين ديالنا. بالنسبه للطريقه كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي تكون شويه مختلفه، ما غاديش نوضع طماطم مباشره مع البطاطس. فهنا كنجيب واحد الكاسرونه ولا كتجيبوا مقله صغيره، وغادي نضيفوا الطماطم او ديك العصير ديال الطماطم اللي حضرنا مطيشه محكوكه، وكنزيدوا عليها التوابل وكنزيدوا كميه ديال زيت الزيتون ونص مكعب ديال مرق ديال البقر. وغادي نوضع هاد الكاسرونه فوق من النار ونخلي ديك المطيشه حتى كتغلي مزيان وحتى كطيب وتوقف في الزيت ديالها. غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يولي الشكل ديالها من بعد. في الاثناء اللي المطيشه كطيب غادي ناخد ديك نص حامضه مصيره، غادي نستعمل بها باللب بالقشره ديالها، ما كان يعني ما كنحيدلهاش القشره، وغادي نطحنها مع الثومه شويه، وعاد كنضيف ديك الربطه ديال المعدنوس والقزبر باش هكا ما كيتطحنش ليا داك الربيع بزاف ويولي عندي واحد الخليط اللي هو خضر. فهنا كندير ضربات خفيفه حتى غادي تقطع ليا كلشي مزيان. اذا ما توفرتش عندكم هاد الطحانه او الماكينه اللي تطحنوا بها، غير دقوا كلشي مزيان او قطعوه رقيق بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا معايا صلصه ديال الطماطم ها هي من بعد ما وقفات في الزيت ديالها مزيان، كناخذها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيف كيتبدل اللون ديالها كتولي بحال هكا كتولي معسله. فهذا هو السر ديال الطاجين ديالنا، يعني ديك الطماطم ما كنديروهاش مباشره في الطاجين حتى كنطيبوها مزيان وكنعسلوها بهذا الشكل، كتعطي واحد المذاق زوين ولذيذ بزاف للطاجين ديالنا او البطاطس ديالنا. كنزيدها كيف ما شفتوا على البطاطس، وكنزيد ايضا داك الخليط ديال الحامض مصير الثومه والربيع. غادي نحرك كم ملعقه خشبيه لان الصلصه كتكون سخونه، كنحرك مزيان حتى ديك البطاطا تلبس تماما بديك الصلصه و الخليط ديال الحامض اللي وضعنا فيها. من بعد كناخذ الطاجين ديالي هكا بارد، كندير فيه شويه ديال زيت الزيتون مره اخرى ولا زيت نباتي اللي موالفين نتوما كطيبوا به، وكنفرش البصله بهذه الطريقه هذه. فالبصله كتعطينا المذاق وفي نفس الوقت كتحمي البطاطا ديالنا من انها تحرق. غادي نبدا صافي كنستف هكا في الدوائر ديالي ديال البطاطا، ومره كندير هكا الطماطم، ما نحتاجش انني دوك الدوائر ديال الطماطم انني نتبلهم بوحدهم، يعني من بعد فاش غادي تغلى او يغلى الطاجين غادي تدخلهم لقامه. ملي كتستفوا البطاطا ديالكم يمكن لكم طبعا تزيدوا شي اضافات الا بغيتوا بحال الزيتون مثلا، او تزيدوا الفلفله حلوه، وتقدروا كذلك الطاجين ديالكم ديروه بالكفته او ديروه باللحم، كيرجع لكم الاختيار ولو هو راه كيجي لذيذ بلا استعمال ديال اللحم.
صافي هنا ملي كنسالي كناخذ داك البانيو اللي خلطت فيه، يعني ننزلو اخر نقطه كتكون فيه ديال الشرموله، كنزيد واحد الشيه ديال الماء وكنديروه دائما في جناب ديال الطاجين، ما نكبوش مباشره فوق من البطاطس. صافي وكنسدو عليه على واحد النار مهيله جدا ونخليوه يطيب على خاطرو ما بين ساعه ونص حتى لجوج سوايع على حسب البطاطس ديالكم. المهم كنخليوها تطيب على خاطرها، اذا احتاجينا الماء كنزيدو شويه. كما كتشوفوا هنا ديجا عجنت الخبز، فانا صراحه ما كنتش ناويه نصوره، ولكن عرفت بزاف ديال البنات غادي يطلبوا الوصفه، فغادي نقول لكم الطريقه ديالو والوصفه ديالو غير بسرعه، وانا كنكمل في المراحل او فاش كنقرصوا، وغادي نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. طبعا اذا بغيتوا فيديو كانوا بزاف البنات اللي طلبوا لي فيديو خاص بالخبز، غادي نديرو لكم ان شاء الله. فبالنسبه للمقادير ديال الخبز، انا وضعت في واحد في البول ديال العجينه وضعت 400 غرام ديال الدقيق ابيض او ديال الفورس، و 600 غرام ديال دقيق القمح الكامل، 80 غرام ديال دقيق الشعير، وكذلك معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه كبيره ديال السكر. عجنت الكل بالمدافي تقريبا 350 غرام ديال المدافي. ملي كتعجن ليا العجين واحد شويه كنزيد عليه جوج ديال الملاعق كبار ديال زيت الزيتون، وكنرجع نخليه يتعجن مده اطول حتى غادي تشرب ليا زيت الزيتون تماما. من بعد كنخليه حتى كيخمر وكنقسمه. غادي ندير خمسه ديال الخبيزات واحد الكريصه صغيره، في كل كويره غادي ندير 150 غرام تقريبا. غادي نستعمل السميده ديال الشعير باش غادي نقرص، كتعطي واحد المنظر زوين. كنرش سطح العمل، من بعد كنرش شويه ديال السميده، وكنرش الخبيزات ديالي بشويه ديال الماء بداك البخاخ، ومن بعد نرجع نرش فوق منها هكا بديك السميده باش كتثبت عليها مزيان. وكنستعمل هنا الدلاك، تقدروا تكرصوا دائما غير بيديكم باش يجيكم خبيزات غير مقادين وفي قياس واحد او في شكل واحد. غادي نحاول انني نقرصهم بهذا السمك هذا ولا على حسب كيف ما كتبغيو الخبز ديالكم. كنستف الخبيزات في اللاطه واللي تكون فرشه بالورق ديال الطهي، غادي نغطي عليهم حتى غادي يخمروا مزيان. ملي كيخمروا كنشرطهم هكا بحال الشكل ديال الزائد، والفران ديالي يكون مسخن مزيان. صافي وكنطيب الخبز بطريقه اللي موالفين كطيبوا بها. هنا الطاجين ديالها والبطاطا من بعد ما طابت، هذا هو الشكل ديالها. كنخليو فيها واحد شويه ديال الماء، لاننا كنعرفوا من بعد الطاجين فاش كيرتاح كيتشرب. اخر حاجه من بعد ما كنطفي عليها كنرش عليها شويه ديال زيت الزيتون من الفوق، وصافي كتكون جاهزه. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. النتيجه النهائيه ديال الوصفه ديالنا او ديال البطاطس ديالنا بلا لحم، كيف ما كتشوفوا كيجي المنظر ديالها زوين بزاف، كتجي بحال الا محمره، والمريقه ديالها كتجي خاطره وبنينه بنينه بزاف. صدقوني اذا جربتوها بهذه الطريقه غادي تعجبكم اكيد. وطبعا الخبز اللي حضرت معكم كيف ما قلت، اذا ما فهمتوش الطريقه او بغيتوا فيديو خاص بالخبز، غادي ندير لكم واحد الفيديو خاص طبعا اذا كانوا بزاف ديال الطلبات عليه. هذا هو الشكل ديالو، كيف ما كتشوفوا كيجي محمر طب بزاف وبنين جدا، وغادي نوريه لكم الداخل طبعا كيفاش كيجي. كنتمنى الوصفات ديال اليوم يكونوا نالوا اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوهم. اذا عجبكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وادام فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم وارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.